رغم انها من افضل الصناعات اللي في مصر تاريخيا ليها انجازات عبر التاريخ، ولكنها للاسف بدات تضعف مؤخرا، رغم انها ممكن تحقق لبلدنا وبلدكم مصر تنميه اقتصاديه وزياده الانتاج، وبالتالي تخلق فرص عمل جديدة لأولادنا إن شاء الله ومستقبل بلدنا. وبالتالي زيادة الصادرات وممكن نساعد بعد كده إن إحنا نصدر وندخل عملة إلى البلاد. نخش بقى في مناقشة حضرتك دكتورة أسماء. بشكر حضرتك اولا على اسلوب العرض، العرض واضح صريح الرساله. الجزء بتاع المكان والمعاني والمصطلحات والتاريخ انا برضه بركز مع الدكتوره لانه كان مبالغ فيه شويه، انواع السجاد وانواع المكن والمعادي كان صفحات كتير شويه ممكن يقال انها مملله، بالذات انها كلها موجوده فنيا في الكتب، فبالتالي مفيش نص، ولكنها برضه كانت مهمه الى حد كبير، لكن اعتقد ان احنا كنا ممكن نقلل من مساحتها او نسقطها شويه. نيجي بقى، كان نفسي اشوف لما حضرتك دخلت في الرساله في محتواها، كان نفسي اشوف وزي حضرتك اتكلمتي عن الاستاتيك والفانكشنال بس. الاستاتيك اللي هي النواحي الجماليه، النواحي الجماليه كانت واضحه وعيناتك وتصويرك وشرحك ليها واضح جدا، مشكورك على ده. الجزء الفانكشنال اللي هو النواحي اللي وصفت فيها السجاد اساليب جديده، اعتقد انها ملائمه للاطفال. لما يجي الجزئيه بتاعت البريز اعتقد ده برضه عايز اعاده نظر لاسباب كتير، ربما يكون الحجم بتضعف اللي القارن او السجاده بمساحتها تكون حطيتها في حجم كبير، وبالتالي ده هيوصلنا للجانب الاخر اللي هو جانب ايه التأميزة في عدد ايه التأميزة اللي مضبوط في الصاد على الصناعة او على الدراسة او على المستقبل. كان نفسي اشوف طرحات في النهاية للتطوير، كان نفسي ان احنا نناقش او حضرتك تناقشي او على الاقل تعرضي بعض نقاط الضعف اللي حضرتك كنت تحبي تكملي دراسات فيها بعد كده. هي نتائج جميلة وواضحة، لكن هي مختصرة، لكن هي واضحة وكلها مبشرة في النهاية. بس الجانب الاقتصادي ده اللي أعتقد كمان ما كانش ليه أي نقاش عنه خالص في النتائج، هو كان أكثر يعني المدرسة اللي حضرتك فيها وخدت منها الأساليب. نتيجة الاستطلاع بتاعت المراه واضحه، لكن ايه الطريق عملية؟ هو ده السؤال الاول. نتكلم عن اهميه الدراسه والصناعه والمجالات.